مرحبا، يعطيك العافية، كيف الحال؟ عندنا اليوم في عندي هاي العينة وند كلتشر، تمام؟ طبعا في ميل 35 سنة مأخوذ من الليك، عندها وند، في عندها جرح، وبعثوا لها سواب كلتشرنا، أجينا ثاني يوم بعد 24 hours، فبدنا نشوف الجروث، تمام؟ طبعا لي ام بي كلير، ما عليه اشي، ما في عندها جرام نيجاتيف. نيجي على البلد، تمام؟ البلد شوفوا في هون هيفي جروث، تمام، عند البرايمري هي ستاف، وفي هي الستاف الوايت كولوني اللي مش عامل هيمونيسيس، وفي التايب اللي عامل هيمونيسيس. رح اميل البليت شوي عشان تشوفوه. ايوه هذا هون اللي بالطرف، هذا عامل ايش؟ عامل، خلينا اورجيكم اياه، احدد لكم اياه باللوب. هذا هذول الكولوني عاملات بيتا هيمولتيك او عاملات هيموليسيس، تمام. هذول انا راح اخذهم، اما الاذر تايبز الستاف العاديات غالبا راح تكون ستاف بديرميدز، انا ما راح اخذ فيها، انا بدي هاي الستاف اللي عامله بيتا هيمولتيك، تمام. فايش راح اعمل لها؟ اول شيء بدي اتاكد انها ستاف ايريس ولا لا. حكينا شو بنعمل، شرحنا قبل هيك، بنعمل ايش؟ هذول الكولوني شايفين اللي هون، هذول 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 عاملين هيموليسيس، راح اخذ منهم واعمل ايش؟ كواجوليز، كواجوليز تيست. كيف بعمل كواجوليز تيست؟ بجيب ايش؟ بجيب بلازما، بجيب بلازما اسلايد، 1 دروب اوف بلازما، اذا عندك مثلا تيوب بي تي او حتى سي بي سي سنترته، باخذ 1 دروب، تمام، من البلازما، وبعدين بجيب 1 كولوني او 2 كولوني، وبعمل ايش؟ بعمل ميكس، راح اشوف الاجلوتينيشن. اذا كان عندي اجلوتينيشن، تمام، بيكون معناته هاي ستاف ايريس، واذا ما في اجلوتينيشن يعني نيجاتيف، يعني بتكون ستاف سبيشيز، اذر سبيشيز. طيب اذا طلعت اذر سبيشيز، خلص انا بطلعها ستاف سبيشيز. اذا ما عندي انا امكانيات بالمختبر اطلع ايش السبيشيز المعين، هل هي مثلا سبيشيز سابروفوتيكاس او لوكدنينسيس، فانا ايش؟ مش مشكله، بطلعها ستاف سبيشيز وبحط الاي اس تي اللي هم الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي بانل الخاص بالستاف. اصلا هو نفس البانل، يعني سواء هي ستاف ايريس ولا ستاف سبيشيز ولا ابيديرميدز ولا لوكدنينسيس ولا سابروفيتيكس، هي نفس البانل تاع الانتي بايوتيك. انا حكيت لكم، لكن احنا عشان نكون اكثر دقه بنطلع اللي هي الستاف ايريس او ستاف لوكدنينسيس او وات ايفر، تمام. اذا هذه ايش يا جماعه؟ نيجاتيف، ما في اجلوتينيشن، ما بتوقع تكون واضحه لانها على السلايد، ما في اجلوتينيشن، فايش؟ تمام، راح احطها ستاف سبيشيز واخذ منها واعمل سنسيتيفيتي. وحكينا بنعمل على المولر هنتر سنسيتيفيتي والبانل الخاص بالستاف سبيشيز، تمام. هذا بالنسبه للوند كلتشر، يعطيكم الف عافيه.